لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود، بعد التحية، يعني كيف تصف الأوضاع لديك في قطاع غزة، وخاصة في ظل التصعيد المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأنباء عن بالفعل وضع كارثي داخل القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالضبط هذا هو الواقع، وضع كارثي. نحن نواجه كارثة إنسانية حقيقية على مختلف المستويات في قطاع غزة. نقص حاد جدا في المواد الغذائية. نعم. نسبة ما يصل إلى القطاع من الاحتياجات الغذائية لا يزيد عن 5% من الاحتياج اليومي. توقف كامل للخدمات الصحية في معظم مستشفيات قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، ووصولا إلى خان يونس بالأمس مستشفى ناصر، وهو المستشفى الأكبر في المنطقة الجنوبية، توقف عن العمل. انقطاع كامل للكهرباء، نقص أو انقطاع أيضا للوقود، فضلا عن العدوان المستمر والقصف المستمر على المنازل، على المساكن، على المستشفيات، على مناطق، حتى مناطق تجمع النازحين الذين نزحوا إلى غرب رفح وإلى جنوب رفح، أيضا يطالهم القصف الإسرائيلي، قصف في كل مكان. نحن نواجه كارثة إذا لم يتدخل العالم. طيب دكتور محمود، إذا في ظل هذا الوضع، ونكبة جديدة تلحق بالشعب الفلسطيني، ربما تكون أشد وطأة وعنفا من النكبة التي وقعت عام 48. دكتور محمود، في ظل الوضع الكارثي ما بين إصابة ونزوح وقصف المستشفيات في محيط غزة، وأيضا وقف لتمويل أونروا التي كانت تعمل بشكل كبير جدا في إنفاذ المساعدات وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للمصابين، يعني عمل الفرق الطبية ربما حتى يعني متطوعة في هذا المجال لمحاولة تقديم الدعم ودخول بعض المساعدات، هل تكفي لهذا الوضع الكارثي؟ يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع في ظل تدهور شديد جدا في الخدمات الطبية المقدمة وفي ظل عجز وصول بعض المساعدات لمستحقيها داخل القطاع؟ هناك شلل كامل في المؤسسة الصحية، أو يعني شبه كامل على الأقل. يعني هناك عجز عن تقديم أي نوع من الخدمات الصحية الضرورية للمرضى وللمصابين. هناك توقف تقريبا لحركة سيارات الإسعاف بسبب القصف الإسرائيلي. كل ساعة يمكن أن يصل شهداء وجرحى إلى أماكن المستشفيات، لكن المستشفيات الآن توقفت عن الخدمة. يعني مستشفى ناصر في خان يونس متوقف عن الخدمة تقريبا، مستشفى الشفاء يعمل بالطاقة في مدينة غزة، يعمل بالطاقة الأدنى، كذلك في الشمال. هناك أيضا تقييد لوصول المساعدات الغذائية، وهذا أمر تحدث عنه المسؤولون الإسرائيليون بشكل فج ووقح. صحيح. ويعتبر اعتراف بجريمة حرب منع وصول الإمدادات الغذائية إلى المدنيين، إمدادات الغذاء والدواء والماء، ماء الشرب إلى المدنيين، يعتبر وفق القانون الدولي الإنساني جريمة حرب ترتكبها الدولة المحتلة ويرتكبها جيش الاحتلال. صحيح. هذا اعتراف صدر عنهم علنا بدون أي مواربة، ولذلك الأمور تخرج عن السيطرة. هناك شلل كامل في تقديم الضرورات للمواطنين، ونسبة حتى الذي يصل إلى قطاع غزة كما أسلفت آنفا من الاحتياجات الضرورية لا يتجاوز 5%، وذلك بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال والبطء في تفتيش شحنات المساعدات الغذائية والدوائية التي تدخل إلى قطاع غزة، إضافة إلى الانقطاع الكامل للكهرباء منذ أكثر من 4 أشهر، انقطاع إمدادات الوقود، عدم وجود أماكن إيواء كافية لمئات آلاف النازحين الذين فقدوا مساكنهم وبيوتهم. نحن كما قلت مرة أخرى، أعود وأكرر، أمام كارثة إنسانية ومأساة إنسانية حقيقية، ونكبة ربما تكون أشد من نكبة
1948. دكتور محمود، يعني بعد النداءات وربما حتى تحريك بعض الدعاوي من قبل جنوب افريقيا في محكمه العدل الدوليه لمتابعه التدابير لوقف اسرائيل لجرائم الاباده الجماعيه اللي بترتكبها في داخل قطاع غزه، والتنديد ايضا بجرائم مماثله ربما في رفح ايضا، يعني لاي مدى بتجد الوضع وخاصه في ظل الضغط الدولي على اسرائيل للوقف الفوري لاطلاق النار؟ إسرائيل تتصرف مع نفسها وتتعامل مع نفسها تضرب القوانين عرض الحائط. نعم، وهي غير ملزمة كما يبدو من سلوكها وكما يظهر من سلوكها، أنها غير ملزمة بتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي، ولذلك تدير ظهرها لقرارات المحاكم الدولية، لا تتعامل مع قرارات المحاكم الدولية ولا مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالاحترام المطلوب وبالالتزام المطلوب. دولة تعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي غير المحدود لسياساتها وعدوانها، إلى درجة أننا لا نبالغ إذا قلنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحمل المسؤولية الأولى عن جرائم إسرائيل وجرائم الاحتلال الإسرائيلي. نعم. في مثل هذا الوضع الأمور بيد المجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يكون أميناً مع قراراته وأمينا مع نفسه وأمينا مع القانون الدولي، وأن يطبق القانون الدولي بمعايير موحدة وليس بمعايير مزدوجة كما يفعل الآن. صحيح. دكتور محمود، كيف ترى استهداف إسرائيل الوكالة الأممية، يعني فكرة الحديث عن وقف تمويل أونروا في الوقت اللي كان بيقوم فيه بدور حقيقة محوري في تقديم المساعدات الطبية، هل ترى أن هناك خطة داخل أو يعني تهدف إليها أو يهدف إليها الكيان الإسرائيلي من أجل ضرب بعض الوكالات الأممية التي تعمل داخل القطاع؟ إسرائيل ضاقت ذرعا وتضيق ذرعا دائما، يعني ليس من اليوم وليس خلال هذا العدوان فقط، وإنما منذ سنوات عدة، بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. صحيح. لأن الأونروا تعتبر عنوان لاستمرار المأساة الفلسطينية، وعنوان لعدم وجود حل ولغياب الحل السياسي القانوني الإنساني الذي ينهي المأساة الفلسطينية، وهي شاهد على وجود مشكلة اللاجئين وقضية اللاجئين. لذلك إسرائيل تريد أن تطمس القضية الفلسطينية، تريد أن تمحو أي أثر وأي شاهد على بقاء ووجود القضية الفلسطينية، وبالتالي تحاول أن تلغي دور الأونروا وتهاجم الأونروا وتهاجم الأمم المتحدة، لأن هذه المؤسسات الدولية تعطي الشهادة الحية على أن القضية الفلسطينية لا تزال بلا حل، وأن المأساة الفلسطينية مستمرة، وأن على المجتمع الدولي أن يتصرف بحيادية وبموضوعية وبعدالة تجاه القضية الفلسطينية، وأن يضغط بما يكفي على دولة الاحتلال من أجل إنهاء هذه المأساة والالتزام بالقانون الدولي القائم على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل مشكلة اللاجئين بوفق القرار 194 كضمانة ووصفة وحيدة لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة. دكتور محمود، يعني مصر ربما أو الدولة المصرية منذ اليوم الأول العدوان وموقفها ثابت الحقيقة، رفض هذا العدوان، العودة لحدود 67، ووقف الفوري لإطلاق النار، بجانب إنفاذ المساعدات طبعا من داخل مطار العريش أو إنفاذ بعض المساعدات الإغاثية والطبية. كيف تسمي الجهود المصرية في هذا الإطار، وخاصة في ظل بعض المزاعم الإسرائيلية لمحاولة يعني إحداث بعض الشائعات حول هذا الدور المصري؟ نحن على ثقة كاملة بمصر وبمواقفها وبمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وهذه مواقف ثابتة ودائمة ومستمرة منذ بداية القضية الفلسطينية إلى الآن. وخلال هذا العدوان لعبت مصر دورا محوريا، أولا في إيصال المساعدات والإمدادات إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، ومن خلال فتح معبر رفح والتنسيق مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، وبالذات الهلال الأحمر الفلسطيني الذي يعتبر القناة الشرعية الوحيدة لإدخال المساعدات إلى القطاع، وثانيا من خلال التصدي لمؤامرة التهجير ولفكرة التهجير التي تعمل إسرائيل عليها والتي أعلنت عنها منذ اللحظة الأولى. ونحن على ثقة بأن مصر لن تسمح ولا تحت أي ظرف ولا تحت أي وضع صحيح ب
بتمرير هذه المؤامرة مهما كانت الضغوط ومهما كانت المبررات ومهما كانت الأوضاع. صحيح. دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني متحدثا إلينا من رام الله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.